انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب اكثر من مليون مسيحي في مصر مليون ومية وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها حاول مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد جزاكم الله خيرا ونكمل النهاردة باقي أدلة الأنبا شنودة اللي استشهد بيها على عدم تحريف الكتاب المدعو المقدس ونشوف الدليل الرابع اللي بيقول ان اليهودية والمسيحية والاسلام يعترفون بان الكتاب المقدس هو من عند الله فان ادعى احد انه محرف فانه يتهم الله بعجزه عن حفظ كتابه الذي اوحى به استرقه في ايدي بشر لكي يعبثوا به ويغيروا حقائقه وان صح هذا الاتهام فانه يؤكد عجز الله حاشا عن حفظه اي كتاب اخر يوحى به للناس ومن ثم يصير العالم كله ضلال في ضلال وصاحب هذا الاتهام يصبح من أول المضللين وإن كان حاشا لله أن يضلل العالم فكتابه المقدس سليم تماما من كل تحريف طبعا كلام الأنبا شنودة وتأكيده أن اليهودية والمسيحية والإسلام يعترفون بأن الكتاب المقدس هو من عند الله كلام كذب فالأدلة على تحريف كتاب النصارى في القرآن كتيرة جدا ويخبرنا القرآن أن التوراة وحي من عند الله وكتابه الذي أنزله هدى ونور لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون وأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يؤمنوا ويصدقوا بما أنزل على الأنبياء السابقين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ويصف الله عز وجل المؤمنين بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ذكر القرآن الكريم أن الله وكل إلى أهل الكتاب حفظ كتابهم والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يقول بولس في رسالته لأهل روميا كثير علي كل وجه أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء
أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ النص ده بيتكلم عن إن اليهود كانوا مسؤولين عن حفظ كلام الله، بس السؤال اللي النص بيطرحه هو لو في ناس منهم ما كانوش أمناء وما حافظوش على كلام الله، هل ده معناه إن أمانة الله نفسه في خطر أو ممكن تتأثر؟ والإجابة اللي بيوحي بها النص هي لا، يعني عدم أمانتهم مش هيأثر على حقيقة أو أمانة الله نفسه. بمعنى تاني، حتى لو الناس اللي المفروض يحفظوا كلام الله ما عملوش كده، ده مش هيغير من صحة وثبات كلام الله نفسه. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل كانوا بنو إسرائيل أمناء على الأمانة اللي وضعها الله في أعناقهم؟ القرآن الكريم يخبرنا أن اليهود قد امتدت أيديهم إلى الكتاب بتغيير المضمون والمعنى، فذكر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وكمان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أن في ناس منهم كتموا حاجات من اللي ربنا أنزلوا عليهم، وربنا بعت نبيه ومعاه توضيح لكتير من الحاجات اللي كانوا مخبيينها. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وكان من أكبر مساوئهم إنهم كانوا بيكتبوا كتب من عندهم وبعدين بيقولوا إنها من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال سبحانه وتعالى عنهم، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوا وتركوا التوراة، واستقر هذا المعنى في نفوس الصحابة والمؤمنين. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وأشارت نصوص القرآن الكريم أنهم غيروا وبدلوا وبقى بقايا وأثار الحق بالكتاب. ومن النصوص التي أشارت إلى وجود شيء من الحق في كتبهم ألبسوه بالباطل قول الله سبحانه وتعالى، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وكذلك قوله تعالى، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وذلك في مسألة رجم الزاني وهو مذكور في سفر التثنية، حيث يقول النص، إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها، فاخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنزع الشر من وسطك. فالكتاب ما زال يحتفظ ببعض بقايا الحق النازل من السماء. وبناء على ذلك احنا مؤمنين بتوراة موسى، وكمان مؤمنين انها اتغيرت وما اتحفظتش، وان الناس دول خبوا حاجات وكتبوا حاجات تانية وضاع منهم حاجات كتير وما بين ايديهم لا يخلو من بعض الحق. والنصارى بيحتجوا بالكلام اللي في القرآن عن كتاب موسى عليه السلام، بيدعوا ان ده بيوثق الاسفار اللي عندهم دلوقتي. هم عايزين يثبتوا الكتب والاسفار دي بنصوص القرآن والسنة اللي قالت ان في تحريف، فبياخدوا من النصوص القرآنية اللي بتخدم فكرتهم ويسيبوا منها اللي ما ينفعهمش، ودي طريقتهم اللي تعودوا عليها.
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وبكده هم زي ما ربنا وصفهم في الآية الكريمة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. القرآن الكريم نسب إلى أصفار موسى عليه السلام معاني كتيرة مش موجودة في النصوص الحالية، ومنها قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ولا وجود لهذا المعنى في العهد القديم أو الجديد، ومثله قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والمعنى ده مش موجود في الصحف اللي منسوبة لموسى اللي ما فيهاش كلام عن الآخرة والقيامة، فضلا عن المقارنة بينها وبين الدنيا. وبالمثل بنفتقد في الأصفار اللي عندهم دلوقتي الكلام اللي ربنا نسبه لتوراته وإنجيله في سورة الأعراف عن النبي الأمي اللي بيأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلل لهم الطيبات. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وحاجات زي الآيات دي كتير في القرآن، بس احنا مش لاقيينها في الأصفار الموجودة عند اليهود والنصارى دلوقتي، وده بيدل على ان استدلالهم بالقرآن علشان يثبتوا الكتب بتاعتهم استدلال غلط، لان القرآن لما بيشكر وبيمدح فهو بيمدح كتاب الله ووحيه مش الكتب المحرفة اللي عندهم واللي منسوبة زورا الى الله عز وجل. اما عن مسألة هل الله غير قادر على حفظ كتبه من التحريف فالأمر يختلف، لان القضية الأساسية التي يجب التركيز عليها هي هل تعهد الله بحفظ كتبه أم لا؟ طالما لم يتعهد بحفظها فإن تم تحريفها فهذا لا علاقة له بضعف أو قدرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ونتأمل النص الموجود في سفر أعمال الرسل: الذين أخذتم من ناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. وبعد كده يجي واحد نصراني يقول: هل يمكن تحريف كلام الله أصلا؟ والله على حسب كتابكم ممكن طبعا، والدليل في النصوص التالية: كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتب الكاذب. أما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه، إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا. وتم تقديم أدلة في الحلقات السابقة على فقد أصول الكتاب المدعو المقدس وضياع المخطوطات، فهل إلهكم يا نصارى كان عاجز وضعيف ولم يستطيع حفظ المخطوطات من تلاعب النساخ وحفظ الكتاب من تلاعب اليهود وحفظ ما ضاع من الأصول ومن الأصفار أكثر من 20 سفر مفقود وغيرها؟ وبناء عليه فإن الله سبحانه وتعالى وكل لليهود والنصارى حفظ التوراة والإنجيل فأضعوها وحرفوها. أما القرآن الكريم فلم يوكله الله للمسلمين، ولو وكله لضاع، بل تعهد بحفظه.
قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسيتم تفنيد الدليل الخامس في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.